النهاردة معانا شرح ازاي تشحن زد بي في لعبة كروس فاير. نبدأ في الشرح. اول حاجة احنا هنحتاج برنامج اسمه هوت سبوت شيلد. البرنامج ده احنا محتاجينه، ده برنامج في بي ان، بيفتح لك في بي ان امريكي ماشي. هتلاقوا رابط تحميل البرنامج اسفل الفيديو جوه في المدونة ماشي، هتخش تحملوه. بعد كده بتستنى 5 ثواني، بعد كده بتدوس خط الاعلان، بعد كده هيفتح لك صفحة زي دي. هتدوس على الكلمة الخضراء دي داونلود زي ما انت شايفين معايا انا اهو، والبرنامج هيحمل معاك سيف اهو، هيحمل معاك. وبعد ما تحمله تدوس نيكست 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 في النص، تفضل تسطبه من النص للنص وهو هيتسطب معاك ماشي يا جماعة. بعد كده دي هتبقى واجهة البرنامج ماشي، هتدوس عليها هيطلع لك شكل زي ده. هتلاقي دي مقفولة، بدل ما هي خضرة كده هتبقى حمرة. هتدوس عليها وهتلاقي التايمر ده بيعد معاك ماشي، زي ما انتوا شايفين معايا هتلاقي بيعد معاك. بعد ما تلاقيه بيعد معاك ودور لك اخضر كده، تفتح زد 8 ماشي. بعد كده بتفتح ايميلك ماشي يا جماعة، بتفتحوا ايميلكو. بعد كده بتيجي عند علامة الزد بي دي وتدوس التانية، استنى لحد ما الصفحة تفتح زي انتوا شايفين معايا. هتدوس على التانية دي يا جماعة شايفين، دي التانية دي هتدوس عليها وتستنى لحد ما الصفحة تفتح زي انتوا شايفين معايا اهو. وهتدوس على فيديو ماشي، فيديو اللي هي 1 2 3 4 5، هتدوس عليها. بعد كده بص يا جماعة، حابب اوضح حاجة، هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتشحن زد بي. يعني بص يعني هو هتلاقي كتير وتقولي ممكن اخش هنا ويديني زد بي، كل ده كلام فارغ. هو الحاجة الوحيدة اللي بتشحن دي، مفيش حد يضحك عليكم ولا اي حاجة تانية هتشحن غير دي بس. انت دي ممكن تشحنها كل يوم، دي بتجيب حوالي 30 زد بي تقريبا زي انت شايفين معايا، دي بتجيب 30 زد بي، يعني انت ممكن تشحنها اكتر من 8 مرات في اليوم ماشي. 8 مرات في اليوم 30 زد بي، شوف بقى يطلع لك كام زي ما انتوا شايفين معايا ماشي. انا دلوقتي معايا كام، 449 ماشي. هندوس عليها ونستنى، بعد كده هيجي لك شكل زي ده. لو انت اول مرة تشحن اعلانات هيجي لك فيديو، لكن لو انت بتشحن قبل كده عادي زي ما انتوا شايفين معايا اهو. هتدوس على الكلمة الخضراء دي ماشي، وهتستنى التايمر ده يفضل يعد. هو هيطالب منك 10 مرات، الاعلان ده ما تخرجوش منه شايف دوت، تخرجش منه، تسيبه تحت كده اهو وتستنى لحد ما ده يخلص. وبعد كده تاني وتالت ورابع لحد ما توصل ل10. نجرب مع بعضينا، بس نجرب ديت مع بعض كده زي ما انتوا شايفين معايا. هندوس على الكلمة الخضراء، بعد كده بص هيجي لك الاعلان ده، تسيبه متطلعش منه، لانك لو طلعت منه العد هيقف زي ما انتوا شايفين معايا. بص لو انا طلعت منه العد هيقف زي ما انتوا شايفين معايا هيقف. وانت لو عايز تخلي العد يكمل فتدوس تاني، فتسيبه تحت منجيش جنبه، تسيبه تحت، كل ما يطلع لك تنزله تحت، تستنى لحد ما يخلص. وراح لتلاتة واربعة وخمسة لحد ما يوصل لرقم 10. انا واقف الفيديو لحد ما يوصل لرقم 10 ونرجع لكم تاني، ورجع لكم تاني بعد ما هو قرب يخلص. انا حبيت يعني اشرح حاجة تانية سريعا كده. ممكن واحد يقول لك ايه، طب ما تيجي نخش على اعلان تاني، ده فيه اعلانات كتير وممكن ناخد زد بي اكتر وكتير. ما خليش حد يضحك عليك، زي ما بقول لك كده الحاجة الوحيدة اللي بتشحن هي دي. يعني لو ايه، لو انت دخلت مثلا على اي واحدة تانية هتقعد بالساعات ومفيش حاجة هتجيلك ماشي. انا حبيت اوضح الخاصية دي. وزي ما انت شايفين معايا احنا وصلنا لرقم 7، هنستنى لحد ما نوصل لرقم 10 زي ما انت شايفين معايا. هندوس ونستنى،
زي ما انت شايف يعني في رقم 9 اهو، قربنا نخلص. دي اخر واحدة، نستنى مع بعض. زي ما انتوا شايفين معايا بعد ما بيخلص هيجي لك كلمة زي دي، هتسيبها هتيجي عند الخط ده وتزوق كده الناحية دي، بعد كده تدوس على علامة الاكس دي، ماشي. بعد كده بتعيد الصفحة زي ما قلت لكم. شوف انا معايا كام، 449. ماشي يا جماعة، هنعيد الصفحة. زي ما انتوا شايفين معايا دي زد بيجي اهو، زي ما انتوا شايفين انا كان معايا 449، بقى معايا 471. يعني زي ما انتوا شايفين، نجرب كمان مرة واحدة تاني. زي ما انتوا شايفين معايا ندوس فيديو، نجرب واحدة تانية ونوريكم اللي هي بتبقى موجودة اكتر من كم مرة. ندوس فيديو. زي ما قلتلكوا يا جماعة، الحكاية دي كل التانيين دولت ما بيتشتغلوش، يعني زي ما انتوا شايفين ما بيشتغلوش. يعني ممكن تعالى بص نجرب واحدة، ندوس بص مش هيشتغلوا، يعني زي ما انت شايف، يعني عشان ما حدش يضحك عليك، هي دي بس اللي بتبقى شغالة. هتدوس عليها هيفتح لك الصفحة، وتدوس الخضرة وتستنى التايمر. زي ما انتوا شايفين هنستنى التايمر. زي ما انتوا شايفين بعد كده ندوس على الكلمة الخضراء، بعد كده ننزل الإعلان تحت، ماشي. ادينا بنكررها تاني ونشوف هيجيلنا برضه زد بي ولا لأ. زي ما انتوا شايفين هندوس تاني ننزل، يعني الحكاية بتاخد حوالي 3 دقايق تقريبا او دقيقتين، لا دقيقتين لا 3 تقريبا، دقيقتين تقريبا. زي ما انتوا شايفين معايا، بدل ما انت قاعد فاضي كده تخش تجيبلك شوية زد بي يعني. شي استنى شوية. ندوس سوري. لو انت شايف معايا وندوس خلاص، انا واقف الفيديو لحد ما يوصل ل10 ونرجع لكم تاني. وارجع لكم تاني بعد ما هو خلاص هيخلص اهو، زي ما انتوا شايفين معايا في 9. هنستنى شوية ندوس. هادي دي اخر واحدة زي ما انتوا شايفين. لو نركز مع بعض، انا معايا 471، ماشي يا جماعة، 471 زد بي. نستنى شوية، ادي كده بتدوس. بعد كده اول ما بيخلص هيجي لك الكلمة دي، ويا ريت يا جماعة يعني استنى شوية واعمل ريفريش، يعني استنى حبة كده حوالي 10 ثواني، وبعد كده راح اعمل ريفريش عشان يجي لك الزد بي على طول. شيء زي ما قلت لكم انا معايا كام، 471، ماشي. نعمل ريفريش. زي ما انتوا شايفين معايا بقى 515، يعني حاجة جميلة. يعني زي ما انتوا شايفين معايا، خش كل شوية تعملهم، هي دي هي دي بس اللي بتشحن. يعني بص كل ده ولا اي حاجة من دول بيشحنوا يا جماعة، هي دي بس اللي بتشحن في الموقع كله. زي ما انتوا شايفين بتدوس ان هو بتدوس فيديو، بعد كده بتروح هتلاقيها زي ما انتوا شايفين معايا، بتقدر تشحنها في اليوم حوالي 3 4 مرات انت وحظك، يعني ممكن تلاقيها كمان اكتر كده من كده يعني، ماشي. زي ما قلتلكوا هي حاجة جميلة ممتعة، حبيت ان انا اشاركها معاكم. زي ما انتوا شايفين هسيب لكم لينك التحميل البرنامج، البرنامج اسمه هوت سبوت شيلد، هسيب لكم لينك التحميل بتاعه تحت الفيديو. بس دي كانت فكرتنا النهارده، كان معكم محمد من قناة مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.